وشرفتونا ما شاء الله ما شاء الله كان ما شاء الله احنا زين تابعنا المباراة الحمد لله ما شاء الله شفت كانت مباراة رائعة كان الحظ كان ضربة رأسية الهدف الأولى من حسن العود ضربة رأسية قاتلة جدا لمرمى فريق وسط الفريق وكانت البيت الثانية لجيديلي البيت الصاروخية التي اعتبرها هدف صاروخي في المرمى مباشرة الله كانت رائعة الله يبارحونا حتى زي عندنا حتى شكرا من الأمان إن شاء الله شكرا.